هدوء حذر تشهده جبهات القتال في محافظة الضالع بعد معارك عنيفة عاشتها مناطق عدة خلال الساعات الماضية. في جبل يبار البوابة الغربية للمحافظة باتجاه إب، ينتشر مقاتلو والمقاومة الشعبية في كافة المواقع استعدادا لصد أي هجوم لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. معنويتنا أقوى في أقوى إن شاء الله، وإحنا صامدون بإذن الله، ما دمنا الله سبحانه وتعالى معنا، نحن إن شاء الله بالنصر إن شاء الله قريب. على هذه السلسلة الجبلية يرابط المقاتلون في مهمة الدفاع عن مناطقهم والوقوف سدا منيعا في وجه أي تمدد للميليشيا، فقد أصبحت التحركات في الخطوط الأمامية للجبهات مهمة حتمية لم تتوقف، وحالة الترقب هي المسيطر على المشهد الميداني ويرافقها أحيانا اشتباكات متقطعة. مرات عدة تدفع الميليشيا بمقاتلها إلى جبل يبار للسيطرة عليه، إلا انتشار أفراد المقاومة الشعبية حد من ذلك. هذا هو جبل يبار وهذا هو جبل حمك، وهما شاهدان على كل العصور بأننا الأقوى وسنثبت جدارتنا ونحن ضد الأعداء إلى قيام الساعة بإذن الله. هذا الهدوء مقابله اشتباكات متقطعة وقصف مدفعي متبادل بين الحين والآخر، خاصة في منطقة يعيس بين العرفاف ومريس. أما في جبهة دمت، أكدت مصادر ميدانية أن عبوة ناسفة استهدفت طقما عسكريا يتبع الميليشيا أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، فيما لا تزال محاولات الميليشيا مستمرة للتقدم.